خلوني أخد معانا على التليفون أيضا المهندس حمدان القصلي، مدير إحدى الشركات العاملة في سيناء، واللي استعرض أمام فخامة الرئيس جهود الشركة بتاعتهم في تنمية سيناء وبالتعاون مع الدولة. أهلا 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 بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم، الله يخليك. إزاي الصحة؟ إن شاء الله، الله يكرمك. إيه الأحوال؟ كله تمام؟ والله زي الفل الحمد لله. والله طمنا على سيناء. سينا طالما الرئيس والله العظيم مهتم بسينا من بدري، مش من دلوقتي، من 2014 كل ما يقابلنا في مشروع يسألنا سينا عايزه ايه، محتاجه ايه، نعمل لها ايه. في ظل واحنا بنحارب كان بينمي وبيوصي ويقول لهم مواطنين سينا شرفاء وخدوا بالكم مش هم اللي بيعملوا كده، فعلا هو وكان بيحذرهم. ولذلك خد فتره ارهاب بسبب انه كان بيقول ان فيها مواطنين شرفاء، فكانش بيتاخد عطش وباطل. فعلا الارهاب احنا لاحظنا حاجه كويسه انه فعلا مفيش مظلومين راحوا في الرجلين، ودي اهم حاجه كانت، وده اللي تعب الناس وخلاه ياخد وقت فعلا. بس الحمد لله الارهاب تمام كده والوضع الامني رجع لطبيعته. باشمهندس حمدان، انت شغال في سيناء بقالك كتير، يعني في حفر قناه السويس وفي الانفاق وفي التنميه وفي الطرق وفي الكباري، ما جاش في مره كده يقولوا ايه، يعني اعذرني على استخدام المصطلح، دماغك كده لعبت وقلت مفيش داعي، الدنيا شكلها خطر، اما اخد بعضي واعتذر واخد المعدات ونروح نشتغل في حته امن؟ بالعكس، ده اللي حصل تحدي، التحدي ده احنا تحدينا التحدي، لان فعلا احنا من كتر ما اشتغلنا مع الناس دي العمال الهندسيه، احنا بقى عند نظام زي العسكري كده في 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 العند والتحدي والاصرار، وحسينا ان انا ممكن اروح الجنه. انا لو استشهدت بالشغل ده اروح الجنه، طب ما ده المبتغى. ربنا يكتب لنا جميعا الجنه يعني من غير معاناه. طيب يجي سؤالي برضو، حجم اعمالكم في سيناء كانت قد ايه؟ بص بصراحه هو كان كبير قوي، ما شاء الله. لان احنا مجموعه، بس حلو. كنا محطوطين اثنين فما رضيتش اضم المجموعه، كنا فاصلينها، لكن بصراحه احنا اشتغلنا شغل كتير ما شاء الله. واحنا بنشكر الدوله انها عملت. بس اقول لك على حاجه، سينا كبيره، سينا كبيره طبعا، ايا كان تنميه فيها مش هيبان الا بالضخامه والوضع اللي ناوي يتعمل الجديد. لازم احجام ضخمه، مشاريع عملاقه، لازم احجام ضخمه في التنميه لانها كبيره، كبيره قوي سينا. والرئيس نوه الكلام ده، قال لك يعني اللي هننميه قد المساحه اللي ساكنين فيها المصريين كلهم، احنا ساكنين 7% من مصر. هو سينا قد المساحه دي كلها عشان يعمل تنميه، عايزه تنميه ضخمه. لكن انا 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 من رايي ان احنا نشتغل في الزراعه اكثر حاجه في سينا. طيب خير وبركه، الزراعه شيء جميل تختار وفيها خير، وهي يعني سينا كل الناس قالت الكلمه دي اللي انا هقولها، انه المكان الوحيد على الكره الارضيه اللي ربنا تجلى فيه. سبحان الله العظيم، ودي حقيقه، في بركه ربنا هيكرمنا فيها بحاجه مش موجوده في اي حته، ده واقع يعني. طيب مش هنتكلم كتير في الفلوس، اللهم لا حسد، احنا هنتكلم على المجموعه عندكم شغلت كام ايد، فتحت كام فرصه عمل؟ صدقني كتير قوي، لان احنا اشتغلنا مشاريع كتير قوي، العماله المباشره والغير مباشره رقم كبير، رقم كبير يعني ما حدش هيصدقه الحجم المشاريع، لان انا من ابن سينا ومشغليني معاهم في المشاريع القوميه. يعني انا اقول مثلا اكيد جايب معايا ناس سيناويه تشتغل في المشاريع طبعا القوميه كلها، ده غير اللي هم شغالين في سينا كمان. يعني مثلا عندكم 5000 مباشر وغير مباشر، لو سينا طبعا اعداد كبيره. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 4-5000 ده حلو قوي على شركه. لا لا، ده في سينا بس، ده في سينا، ده في شغل سينا، مشروعات سينا بس، ما شاء الله. لكن بره الموضوع اكبر كمان، وعندنا عماله مباشره وغير مباشره وثابته ومتغيره. طب اذا يعني احنا بنيه تحتيه وطرق وكده، إذا 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 الجيش أو الهيئة الهندسية أقول لك تعالى تاني يا باشمهندس حمدان عايزين نكمل شغل، تقول آه ولا خلاص أنا بقى كده تعبت؟ لا آه، وقلت لهم بنص التكلفة كده، بنص الثمن. الله يعني أكبر. مش عايز بكسب يعني، يعني مش عايز بكسب. لا يعني لا. بالتكلفة؟ هقول لك ليه؟ هقول لك ليه الناس كلها هتفكرني إن أنا منافق. لا لا، العفو 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 العفو. بقول كلام يقول لك صل على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا دي سينا أرضي أنا، مثلا اتولدت أنا هناك. أو أنا من هناك. أنا من هناك. ضابط الجيش وضابط الشرطة بيروح يضحي بروحه هناك، أنا ما ضحيش بشوية فلوس عشان بلدي؟ الروح أغلى من الفلوس. بالظبط ولا لا؟ أي نعم، هو جزاته الجنة، وأنا برضه ثوابي يبقى الجنة، لأن أنا هفتح مجالات شغل للناس. بعون الله طبعًا. أنا مش مهم أخسر فلوس، لكن في ناس خسرت أرواح عشان تطهر البلد دي والأرض دي.
لا ونكسب ما يجراش حاجه. شرف ليا اشتغل بدون مكسب نهائي، بدون مكسب نهائي، اشتغل لغايه تتعمر سيده كلها باذن الله باذن الله. بإذن طيب الله. بما انه المهندس حمدان رجل سيناوي وفي نفس الوقت بيشتغل في سينا وبيشتغل على بناء سينا زيه زي ناس كتير، تمام، عمر ده حصل في سينا قبل كده او هذا التوجه وبهذا الحجم وبهذا الاصرار؟ وقول لي بمنتهى الصراحه والوضوح، لو انا غلطان قول لي. اسال تاني السؤال. تاني اسال السؤال. مهندس حمدان عمرك شفت هذا التوجه وبهذا الحجم وبهذا الاصرار في سينا؟ لا انا شايف الحلم قرب يتحقق. ايه الحلم؟ انا اقول لك اتحقق لما ننفذ، لكن مجرد ان احنا رحنا واللي متعودينه من الريس والهيئه الهندسيه وضخامه اعمالها، فعلا الهيئه الهندسيه دي كيان حي، كيان حي مدينا امل، ان راحت حطت مكانها رجليها في مكان الموضوع انتهى. فطالما الريس اهتم بالموضوع يبقى انا كده عندي ثقه، عندي ثقه في الاثنين، في الريس والهيئه الهندسيه، انا كده اطمنت ان الحلم هيتحقق. حلمك ايه لسينا يا باشمهندس؟ حلم انها تخضر وتزرع وكل زي ما كانت زمان. كان في الموسم الحصاد شهر 4 كان العربيات اللي بتنقل المنتجات بتاعه سينا كانت اولها في سوق العبور واخرها في رفح. الله اكبر. على مدار شهرين كاملين 4 و5، وحلمي يبقى سوق العبور وسوق اكتوبر ومصر كلها من سينا ان شاء الله، والعالم كمان بالمينا الجديده اللي بتنقل. تفضل. الريس قال انه في مشروع ضخم لانه يبقى عندنا تقريبا من 600 ل 700,000 فدان جاهزين للزراعه ان شاء الله بنهايه 23، تخش فيها بقلب جامد؟ ده حلم ان يقولوا لي سنه وخلص عشان نروح نخلص في سينا. يلا بينا باذن الله باذن الله. حلمي ده انا جاهز، وعلى فكره والله انا عامل استصراف للمعدات بتاعتي زي المعدات بتاعتهم باذن الله. كل الخير وكل البركة وكل الرزق على ايدين الكل. اشكرك جدا 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 يا باشمهندس، شكرا ليك وشرفتني. كل الشكر للمهندس حمدان القصلي مدير احدى شركات اللي اشتغلت في سينا.